منطقيا اللي غادي ياخذ كاس افريقيا غادي ياخذوا. المهم هذه كانت وجهه نظر اللي كنتحمل، غياخذوا غير عكس او لا ارضاء للرغبه ديال لاكاف. اما مبدئيا لا عندنا لا عند اي بلاد في كاس في افريقيا من المغرب حتى الجنوب افريقيا حتى السودان مبدئيا خصهم ياجلوا كاس افريقيا للامم حتى 2016. ليكيب ناسيونو بتاتر ما غاديش يشاركوا، باقي ما عرفناش واش عام ولا اكثر، ولان حتى داخليا الفرقه ديالنا غادي تبيناليزاو لانه لو ريزولمو غادي يكون اون جروب. هو الا جينا نشوفوا لوجيكمو راه مزيانه لينا، علاش نتكمشوا واحد العام ولا عامين ولا ثلاث سنين نوجدوا لي زيكيب ناسيونو ولا حتى لي زيكيب بون انتر، نوجدوا فرق تنافسيه كومبيتيتيف. كيقول لك كل تخيره فاخره، الشيء اللي كان ضم المغرب لا كان في هذا العام وكل لعب كنا غادي نتشوه. الله ما يخليه حتى من بعد والله يعطيه حتى نعاودوا ان شاء الله نضربوا واحد الدوره كبيره ونعاودوا نشدوا لا كان شي عام 2030 ولا شي حاجه. 2015 هجريه. 2015 هجريه. دابا المشكله ديال هاد الشيء بريباراسيون كامله بحال فهمتي ضربت من الزيرو فهمتي، بريباراو في البرتغال، بريباراو في اسبانيا، بريباراو في جميع الدول، لعبوا مع منتخبات، لعبوا في المغرب، جمعوا ليكيب ناسيونال فهمتي، قادوا التشكيله الرسميه، ولكن هي خبر جا مفاجئ. قرار صائب بحكم المرض المتفشي في الدول الافريقيه هو مرض خطير. حنا ما غاديش نغامروا بارواح ديال الشعب المغربي على قبل كره القدم. يكفي ما دازوا عنا من نكسات. حنا جميع المغاربه كنا كنتمناو كاس افريقيا تكون في بلادنا من اللي ما كتبش هذا العام، العام اخر ولا العام الاخر اللي جاي. يمكن نلتجئوا للمحكمه الدوليه، لان من حقنا نحميو ارواح اولادنا وارواح، لان غتجيك شحال متفرج. دابا مشكل بعض الدول لان لغات الرحلات الجويه كاع ديال باش تجي للبلاده، حنا خلينا الرحلات خلينا، ولكن باش تجيك 30000 40000 مره واحده راه ما يمكنلكش تحكم فيها، وهذا القرار مجحف في ضد هو في الحقيقه. يعني القرار كنا متوقعينه بحكم اننا حنا تاهلنا يعني بصفتنا غادي البلد المنظم، بما ان حنا طالبنا يعني بالتاجيل والكفر في دولينا، دونك كان القرار يعني متوقعينه باش غادي نتقصاو من الكان. الاتحاد الافريقي صراحه زرب حرمنا، ولكن حنا بالنسبه لي اللي تنشوفوا هذه الاوضاع اللي في افريقيا، الصحه ديال المغاربه خير من الكره. قرار جائر لان المغرب عنده تاريخ عريق في كره القدم، وثانيا الدول الافريقيه كلها كتعرف حروب وكتعرف امراض باستثناء المغرب البلد الوحيد اللي عنده استقرار، وكان على افريقيا تاخذ هذه المنحه. وانا المغرب ما طلبش شي حاجه هي كثيره، طلب اربعه ديال الاشهر ديال التاجيل ماشي شي حاجه. وثانيا المستشهرين اللي كيحج هو بانه غادي توقع عليه واحد الخساره، فالمستشهرين كلهم جابوا من المغرب، يعني هذيك الملاير كلها لو ما كانش المغرب مقدم واحد الملف اللي هو قوي، واحد البنيه تحتيه اللي هي قويه، واحد الملاعب، واحد الجماهير، ما كانش غادي تجي هذه يجيو هذوك المستشهرين. عطينا معاه مهله ربما ست شهور حتى العام غننظموا، حنا ما تنقولوش ما تنمنعوش باننا ما ننظموش هذه كاس افريقيا، ولكن تنبان لي على هذه المساله تبان لي ان عيسى حياته عنده صدى غير طيب على المغرب. كاس افريقيا بدون المغرب ناقصه بزاف. قرار سليم، وقلت كيما قلت تنتمنوا الكاف يخرجوا شي قرار اخر. احباط ملي حنا مستعدين وجبنا مدري وعيطنا على الدراري وهادو في الاخر ما لعبوش، دوماج. بالنسبه للقرار ديال الاتحاد الافريقي كاين اربعه ديال الفرق الوطنيه اللي قدروا يتاثروا بشكل كبير من هذه النتيجه، هما نهضه بركان، فتح الفتح، وبالنسبه للرجاء والجيش جو بونس وقع للجيش، هما اكبر فرق اللي غادي يتاثروا مزيان من هذه النتيجه. يقدر نقولوا قرار ديال اربعه سنوات بالنسبه للفرق الوطنيه يقدر انهم غينصبوا على اساس انهم يتباراو على البطوله الوطنيه.